وضيفنا اليوم هو أكبر دليل على أن طموح ما يتحقق إلا بالمثابرة، والأفكار ما تصير حقيقة إلا بالاجتهاد. ضيفنا اليوم صاحب أول ماركة نظارات شمسية كويتية اسمها الكوت، ضيفنا أحمد هادي. يسعد مساك. الله يسلمك، حياك أبوي. شنو هالفكرة الحلوة، من وين جاتك؟ الله يسلمك. طبعاً أنا كنت على مستوى شخصي من 2011 إلى يمكن منتصف 2014 كنت موزع لماركات نظارات تقريباً هي مو معروفة عالمياً لكن معروفة في ديارها، مثل في أمريكا أو في دول أوروبية، غير أنها كانت متماشية مع الذوق العام ولها قبول في الكويت. فمع رواجها ومع التوسع من 2011 إلى 2014 فكرت أنه ما في ماركة نظارات كويتية لحد الآن في ذاك الوقت. ففكرت أنه ليش ما تكون. أي سنة كان هالكلام؟ في 2014 بلشت هالفكرة. فالحمد لله قدرنا ننفذها، وكان في بعض الأسامي، من بعض الأسامي المقترحة اللي هي من ضمنها كوت، وفي أسامي ثانية، لكن ما شاء الله من أول ما صممنا الشعار مع ماركة كوت بس شدنا لناحيته وكنسلنا كل الأفكار والأسامي الثانية كديزاين وايز. كان الديزاين وايد حلو فشدنا ناحيته وكنسلنا كل الأفكار الثانية. ومن 2014 من شهر 8 لحد الآن الحمد لله صار في تطور في أشكال النظارات وأنواعها وألوانها. من يصممها؟ احنا عموما احنا ما نقدر نقول عن نفسنا ان احنا مصممين محترفين. احنا ممكن تكون عندنا افكار، ممكن تكون عندنا رسومات، يعني ممكن تكون رسومات بسيطه توصل الفكره، فاحنا نجمع هالافكار. طبعا الافكار مني انا او من احد الشركاء معي، وهم ناخذ الافكار من نستوحيها من الزباين نفسهم، يعني هم مثلا يقولون ليش ما عندكم الشكل الفلاني او الديزاين او الماتيريال الفلاني بالضبط. فهذه كلها ناخذها في عين الاعتبار زين مع الترند اللي هو ماشي في السوق، مواكبه الموضه مثلا. مواكبه الموضه، فنروح احنا من نفسنا ونقعد مع المصانع، مع المصممين في المصانع، ونحاول ان نطلع هالافكار على ارض الواقع. زين، وليش اخترت النظارات الشمسيه بالذات؟ يعني ليش مو شيء ثاني مثلا؟ هو لان الباك جراوند مالك انت اشتغلت بالنظارات الشمسيه. هذا جزء اكيد، وجزء كبير، لان انا اشتغلت في النظارات الشمسيه لمده 2.5 او 3 سنين، فهم هذا اعطاني خبره بسيطه في مجال النظارات، في الماتيريالز، في نوعيه العدسات، نوعيه حتى المواد اللي تصنع فيها النظارات، حتى دشينا بتفاصيل الفصالات والبراغي لهالدرجه. فدقه بالضبط. فعرفت معرفه بسيطه عن كيفيه التصنيع، فهذا هم دفعني اني انا اسوي هالماركه. غير انه بالفتره الاخيره صار في، يعني من 2000 خلينا نقول من 2011 صار في اقبال كبير من المجتمع الكويتي، من الشباب، على النظارات. صار عندهم بارت من الكشخه. صار بالضبط، يعني تكمله اللوك. غير انه قبل، يعني خلينا نقول من بدايه الالفينات وقبلها، ان الناس عندهم ماركات معينه عالميه، اذا بشتري نظاره لازم اشتري من هالماركات. لكن هالفكره نسفت من بعد 2008 2009 2010 الى حد الان. الناس قامت تلبس شيء شكله حلو، وبعد هم الكواليتي ماله لازم يكون حلو، يعني غير انه مو بس انا ما البس نظاره شكلها حلو لكن ما فيها حمايه مثلا، او الكواليتي مالها يعني يكون مو لائق انك انت تلبسينها او انك انت تلبسها. صحيح. فخلينا كل هذا حاولنا ان احنا نجمعه بماركتنا احنا. اذا شنو اللي يميز نظارات الكوت عن باقي عدد النظارات؟ شنو اللي فيها مميز غير عن الباقي؟ المميز انت ذكرتيه باول جمله قلتيها، ان اول ماركه نظارات شمسيه كويتيه. تمام. فهذا مميز عن النطاق المحلي. حلو. وعن نطاق من نطاقات اخرى نقدر نقول ان احنا نظاراتنا الحمد لله ان ما تقل من ناحيه كواليتي، من ناحيه ماتيريالز، من ناحيه حمايه، ما تقل عن الماركات العالميه. يعني في ناس يقولون زين انتم الحين ماركه كويتيه، فهل فيها حمايه؟
ما تنكسر بسرعة أو مثلاً ما تأثر على العين. يعتقدون بس ديزاين بس شكل حلو والسلام، لكن إحنا قاعد نهتم في كل التفاصيل في تصنيع نظاراتنا من حماية ومن ماتيريال إنه ما يعذب الزبون بعد ما يشتريها، يعني ما يشتريها ويبتلش فيها. عدل. إنزين، شنو المراحل أو الخطوات اللي تمر فيها ديزايناتكم بالبداية؟ طبعاً كل شيء له بروسس، كل شيء له خطوات. أول خطوات الفكرة. الفكرة شلون إحنا نبي نطبقها وننفذها على أرض الواقع. في عندنا أفكار وايد، بس في أفكار صير ممكن، وفي شيء أفكار ما تصير، في أفكار ممكن تكون صعب تنفيذها بالوقت الحالي. مو شرط إن كل شيء إحنا نفكر فيه أو كل شيء ممكن يكون لا رواج ممكن تطبيقه على أرض الواقع. يعني في لها صعوبات، بس الحمد لله إحنا قاعد نحاول. وأعتقد كل سيزن أو كل يعني لاين صح يعطيك خبرة أكثر من لاين. صحيح، يعني إحنا هم إحنا نفسنا قاعد نلاحظ من الدفعة الأولى للدفعة الأخيرة، إحنا بنفسنا قاعد نلاحظ. وغير كذي من آراء الزباين اللي الحمد لله من أول ما يبنى الدفعة الأولى قاعد يشترون منه ولحد الآن قاعد يقولون ما شاء الله مثلاً غير قاعد نشوف في تطور. مع أن أقول أن هذه الدفعات الأولى مو أنها الكواليتي مالها سيء، لكن الدفعات الثانية الكواليتي مالها أفضل، تطور ملحوظ صار فيها. عموما راح نستكمل سالفتنا وياك، ولكن لازم نروح فاصل قصير ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا، ولازلنا مستمرين مع أحمد هادي صاحب أول ماركة نظارات شمسية كويتية، نظارات الكوت. أحمد، هذه الحين السيارة العجيبة وطريقة العرض المميزة، شيء مبتكر جديد. صحيح. شلون يعني من وين استوحيته، من وين استلهمته؟ صراحة أنا ما أقدر أخذ الكريدت حق نفسي، لكن في شيء يقولون رب ضارة النافعة. أي. يعني احنا كنا مفكرين بشيء وما تحقق، وكان عندنا معرض بعد 10 ايام، فكلمت صديقي واخوي صقر الياسين، قلت له انا متوهق وعندي معرض بعد 10 ايام وما عندي طريقه عرض. قال لي بس عطني شنو الاشياء اللي تبيها بطريقه عرضك. قلت له ابيها متحركه، ابيها تنقفل، ابي يطلع منها طاوله ديسبلاي، مكان حق الكاش ريجستر حق الدفع والباجي، مكان في نظارات، لا في عفوا في مناظر عشان الناس تبي تلبس نظارات بتشوفها على نفسها، مرايات. فالحمد لله خلال ربع ساعه دق علي قال لي احمد انا لقيت لك هالفكره. الفكره كانت انكم تشترون سياره ميني كوبر نص عمر نبيها عشان احنا نسوي لها ديكوريشن ونلونها خصوصا ميني كوبر بعد يعني كول بالضبط محبوبه. بالضبط هذه الكلمه اللي قال لي اياها صقر، انه ميني كوبر از ا كول كار، كل جينيريشن او كل الاجيال يحبونها. عرفتي؟ فشرينا الميني كوبر انزين، لوناها صبغناها. لو اشوف عليه تواقيع اوقع عليها بعدين وصبغناها بالوان نظاراتنا، يعني حتى لما رحنا شرينا الالوان سوينا سكان على نظاراتنا عشان نجيب اللون مال النظاره ونصبغ فيه السياره. شوف الدقه. بالضبط. وجبنا مناظر او مرايات وركبناهم على السياره. اوكي. وبلشنا فيها من 1/11/2014 وغيرنا طريقة العرض، طريقة البوث التقليدي اللي هو مثلا يكون طاولات وستاندات. اعتقد سويتوا نقلة، يعني سويتوا نقلة الحمد لله باسلوب العرض. يعني اعتقد صحيح. اصلا يعني حتى احنا بموقعنا هذا كل اللي قاعد يمر قاعد يطالع شنو هذا. بالضبط. شنو هذا بالضبط. حتى انا يعني وانا جاي يعني موقع التصوير في ناس قاعدتي عفوا اخوي ليش ساحب السيارة هذه حق شنو؟ السيارة هذه ليش مسوين فيها كذي؟ شكلها حلو بس ما احنا عارفين شنو الفكرة. هذه هم جزء من تسويق طبعا اكيد المنتج الماركة. طبعًا. يعني حتى لما نشارك في معارض الناس اذا ما جت حق نظاراتنا تجي بالبداية تشوف السيارة تتفرج تصور وما تسأل. لما تشوف ان ماركة نظارات يزيد اهتمامهم بالفكرة ككل، فالحمد لله. وين تبون توصلون فيها؟
ماكو حدود، ماكو حدود. على المستقبل القريب إذا قلنا. على المستقبل القريب نقدر نقول إن إحنا الحمد لله، الحمد لله من بداياتنا من 2014 إن إحنا كان في عندنا إقبال من الكويت والخليج. الحمد لله في طلبات من أمريكا، في طلبات من أوروبا، في طلبات من الدول العربية مثل لبنان، مصر وكذا. بس عموما يعني التركيز هو في الخليج، فإحنا حابين التركيز يصير أو الطلبات تكون من برا الكويت، غير أنها تكون يعني من خارج الخليج عفوا، وغير أنه يكون عندنا مو شرط أن تكون محلاتنا، غير أن تكون موزعين في دول اللي في منها إقبال على نظاراتنا. ممتاز. كلمة أخيرة توجهها حق الشباب. أول شيء أنا أشكركم على هذا اللقاء. تلفزيون الكويت الصراحة مو مقصر في دعم الشباب والمواهب الشبابية. وكلمة ثانية أنا أوجهها للشباب، ترى الشباب الكويتي مبدع، الشباب الكويتي مخه نظيف، الشاب الكويتي يحتاج الدعم المعنوي غير الدعم المادي. يعني في ناس حاطين تفكيرهم أن بس بالدعم المادي هم يقدرون يحققون اللي هم يبونه، لكن مو هذا مو شرط. الدعم المعنوي مثل هذا اللي أنتوا قاعد تقدمونه لنا، هذا يعطي بوش حق الشباب أن هم يقدمون زيادة وزيادة. الشباب الكويتيين مو بس مثلاً إحنا نتكلم في مجال النظارات، في مجال التصميم، يعني مثل ما أنتم قاعد تشوفون الحين السيارة هذه أكثر من فكرة مبدعة عشان تقدم فكرة واحدة. يعني إحنا الحمد لله، الحمد لله ماركة نظاراتنا ماركة كوت ساعدت في ثلاث مجالات. أول شيء اللي مصمم اللوجو بدر الجناعي، شاب كويتي طموح، وهو من مثل ما قلت لكم من اول ما ورانا اللوجو دشنا كل الاسامي. الماركه نفسها او النظارات نفسها احنا شباب كويتيين احنا بلشنا فيها. السياره هذه هم من تصميم او من افكار صقل الياسين، فاحنا قاعد قدمنا باقه من ابداعات من الشباب الكويتي، من شغل وابداعات الشباب الكويتي. فالشاب الكويتي المفروض ما يوقف عند اول عائق او اول عثره يكمل، وإن شاء الله بالتوفيق.